فاز الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي على فريق فاركو مساء اليوم الثلاثاء بنتيجه 3 أهداف مقابل هدف في المباراه الوديه والتي جمعت الفريقين على الملعب الفرعي باستاد برج العرب بالاسكندريه. تاتي هذه المباراه اكيد حضراتكم عارفين في استعدادات الفريق للجديد والذي يستلمه الفريق مواجهه تاون، شيب مواجهه كل الجماهير برضو بتستناها ان شاء الله تكون سهله لبطل افريقيا وبطل العرب النادي الاهلي. بطل هيواجه بطل بستوانا ان شاء الله في الجوله الثالثه لمنافسات دوري المجموعات من دوري ابطال افريقيا يوم 17 يوليو القادم باذن الله. احرز اهداف الاهلي كل من صلاح محسن في الدقيقه 8 واسلام محارب في الدقيقه 32 وليد سليمان في الدقيقه 83، في حين احرز لفاركو محمد دوكي في الدقيقه 81 من ركله جزاء. يذكر ان المباراه هي اول لقاء للفريقين تحت القياده الفنيه الفرنسي باتريس كالتيرون. طيب عشان اقول لكم التفاصيل ونقول لكم كل حاجه معايا كريم احمد من المعسكر شايف المباراه. كريم احمد اهلا بيك. تحياتي ليك يا كابتن ميدو، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. اخبارك ايه؟ كله تمام يا كابتن. كله تمام؟ كله تمام يا كابتن. طمنا بقى على النادي الاهلي وطمنا على كل الاخبار اللي عندك عشان الساده المشاهدين. بالفعل يمكن نقدر نقول بينتهي المعسكر مع مباراه الاهلي وفاركو اللي استطاع النادي الاهلي ان يفوز بيها بنتيجه 3-1، لكن لو برجع معاك قبل المباراه المعسكر كان مميز جدا، كان في استفادات كبيره جدا سواء من الناحيه البدنيه من الناحيه الثقافيه، كمان تعارف كبير بين مستر باتريس على كل اللاعبين. عارفين طبعا يا كابتن ميدو ان في غياب العناصر طبعا ليها المنتخبنا الوطني، لكن القوام متواجد، الاستعانه كمان بعناصر الناشئين كان ليها دور كبير وشافهم طبعا على الطبيعه. مستر باتريس اشاد ببعض الناشئين اللي متواجده وفي عدد كبير زي ما انت عارف كان متواجد في المعسكر، لكن استقر مستر كارتيرون على وجود 4 لاعبين متواجدين بصفه مستمره زي ما انت عارف. طبعا ناصر واحمد حمدي طبعا من العناصر الرئيسيه اللي كانوا متواجدين، وايضا كمان كريم ندبد. عايز اقول لك كمان النهارده انتظر بشكل مميز جدا كريم ندبد في المباراه، اكرم توفيق اللي شارك في مركز الباك رايت. لو بكلمك على التشكيل زي ما انتم طبعا عارفين النهارده يمكن مستر باتريس بدا بعلي لطفي، اكرم توفيق ناحيه اليمين، محمود الجزار، نجيب صبري رحيل في خط الظهر، الارتكاز كان هشام محمد واسلام محارب في الارتكاز، على الاطراف كريم ندبد ومحمد شريف على ناحيه الشمال، حمودي وصلاح محسن. يمكن زي ما انت عارف بيحاول يشوف اللاعبين في اكثر من مركز في نقط عددي في المعسكر، لكن النهارده شفنا كريم ندبد بيأدي اداء اكثر من رائع، كان مديله حريه النهارده في الملعب. اكرم توفيق الشوط الاولاني ادى اداء رائع جدا في مركز الباك رايت، الظهور اللي كان مميز جدا وبنشيد بيه واشاد بيه مستر باتريس محمد شريف، النهارده كان ليه دور مميز، كان في جديه كبيره واصرار كبير في ادائه النهارده، كان ليه اكثر من تصويبه على المرمى، الانطلاقات كان بيقطع من ورا المدافعين بشكل مميز جدا، كان ليه دور كان ظاهر بشكل مميز زي ما بقول لك مستر باتريس اشاد بيه، وايضا كمان اشاد بكريم ندبت. هدف طبعا صلاح محسن في الشوط الاول هو اسلام محارب، هدفين مميزين، واحد اسيست طبعا من صبري رحيل والثاني كان اسيست من كريم ندبت. الشوط الثاني في اختلاف طبعا مع التشكيل، بدا بمحمد هاني ناحيه اليمين، احمد علاء الوافد الجديد على النادي الاهلي، محمد نجيب، صبري رحيل. بالارتكاز كان حسام عاشور ووليد سليمان. الناس ممكن تستغرب شويه ان وليد سليمان لعب النهارده جنب حسام عاشور، على الاطراف كان ميدو جابر واحمد الشيخ وجونيور اجاي ووليد ادارو. النهارده كان استفاده كبيره ومميزه، كان ليا لقاء مع الكابتن محمد يوسف بعد انتهاء المباراه سريعا، قال طبعا احنا استفدنا بشكل كبير. طب خلينا قبل ما اروح لمحمد يوسف يا كريم، يعني قول لي برضو ضربه الجزاء اللي جت على النادي الاهلي جت ازاي؟ ضربه الجزاء يمكن كان في شوطه من احد اللاعبين من فريق فاركو في ال 18 جت في ايد احمد علاء، علاء طلعها بايده فانحسبت طبعا ركله جزاء مباشره، حاول معاها علي لطفي لكن يمكن سددت بشكل قوي جدا، قطعت الشبكه كمان هبان طبعا في احراز الاهداف ان شاء الله على شاشات النادي الاهلي. لكن زي ما بقول لك المباراه النهارده كان فيها استفاده كبيره للجانب البدني، النهارده شفناه مع اللاعبين الحمل التدريبي، الحمل البدني ارتفع لفتره في اول المعسكر ثم انخفض في الايام الاخيره، لكن النهارده نقدر نقول جرعه تدريبيه كانت قويه جدا للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. زي ما بقول لك مستر باتريس كان ليه النهارده رؤيه كبيره ان هو يضع اكثر من لاعب في مكان مختلف للظهور يبان، عارفين ان فرقه فاركو مش فرقه قويه او مش بتنافس بشكل كبير فرقه من الدرجه الثانيه، لكن النهارده كان الاحتكاك كان قوي جدا مع لعيبه النادي الاهلي. تمام. اكثر من مره الحكم وقف المباراه وحذر لعيبه فاركو من الاحتكاك القوي جدا خوفا طبعا من الاصابات اللي كانت ممكن تطول لاعبي النادي الاهلي خلال هذه المباراه. تمام، هو كويس كويس ان في احتكاك قوي، لان انت هتلاعب فرقه برضو في افريقيا قويه واحتكاكات قويه جدا يا كريم.
بالظبط يا كابتن ميدو بالظبط، لكن يمكن الاحتكاك كان قوي شويه على الاماكن، الضرب شويه كان في الاماكن، فكان اللعب مش على الكوره قوي، لكن يمكن دي حاجه مميزه وحاجه قويه كمان ان اللعيبه تشوف كمان ان الاحتكاك كان اقوى من المتوقع، وده يمكن بيفيدهم بشكل كبير. حافظ على النهارده الكابتن مستر باتريس الكابتن محمد يوسف على احمد حمودي اللي تعرض لكدمه قويه جدا في اول الشوط الاول، زي ما بقول لك كان في حماس كبير من فريق فاركو بيلعبوا النادي الاهلي في الاسكندريه، مباراه وديه، لكن بالنسبه لهم مباراه بطوله كان باين على وشوش كل اللاعبين. اكيد طبعا، اكيد طبعا كانت مباراه مهمه جدا بالنسبه لهم، والناس كانت بتسال يعني امتى المباراه هتكون موجوده. انت عارف طبعا كابتن دي بتبقى حلم كبير جدا ان هم يشوفوا لعيبه النادي الاهلي ويواجهوا النادي الاهلي. اكيد. وارجع معاك كمان النهارده، يمكن عدم مشاركه اكثر من لاعب طمنا عليهم من طبيب النادي الاهلي خالد محمود، النهارده ما شفناش السوليه، ما شفناش مؤمن زكريا، احمد ياسر ريان، احمد حمدي بكماني، باسم علي وناصر ماهر، يمكن باسم علي وناصر ماهر بيواصلوا عمليات التاهيل، لكن بكماني وحمدي وريان ومؤمن السوليه ده اللي سالنا عليهم. السوليه كان اشتكى خلال اليومين اللي فاتوا، كان في طبعا التاشيرات من سلوفينيا طبعا اللي هي المعسكر الاوروبي، سافروا صباحا ثم العوده كان تدريب مسائي، اشتكى عمرو السوليه ومؤمن من بعض الالام البسيطه جدا في العضله الاماميه والخلفيه، عمل لهم مقطع ثلج امس واول امس، ففضل النهارده الجهاز الفني ما فيهاش في اي مشاركه ليه سوليا ومؤمن زكريا وايضا كمان احمد ياسر ريان واحمد حمدي، لكن ما فيش اصابات، ما عندهمش اي حاجه تطمنا عليهم ان شاء الله بعد الراحه اللي اعطاها الجهاز الفني ليه لاعبي النادي الاهلي عقب العوده من الاسكندريه، ان شاء الله يكونوا متواجدين خلال الايام القادمه مع تدريب النادي الاهلي. لو برجع معاك تمام محمد يوسف، للكابتن محمد يوسف ان هو طرح تصريح قال لي يمكن احنا حددنا بالفعل مباراتين الوديتين في المعسكر الاوروبي، ولكن لم نحدد الاسماء او مش هنقول الاسماء، يعني الاسماء متواجدة، قال المباراة هتكون يوم 5، مباراة هتكون يوم 9، وأكد إن هتكون مباراتين على أعلى مستوى. يمكن سألته أكثر من مرة، طب اسم الفريق قال هتكون مفاجأة وهتكون مباراة قوية وهيكون فيها استفادة كبيرة جدا للاعبي النادي الأهلي، أكد كمان على البطولة الأفريقية وهو الهدف القادم للنادي الأهلي، وده اللي مركز عليه بشكل كبير كل اللعيبة مع مستر باتريس مع كابتن محمد يوسف. مباراة سيساوي نسيب استعداد ليها إن شاء الله يكون قوي، إن شاء الله صحح المسار النادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه الذهاب او مباراه العوده، لكن بطمنك بشكل كبير في اصرار، في جديه، في حماس، في تركيز كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، خلاص يمكن المعسكر دخل في مرحله الكاس ان شاء الله خلال الفتره القادمه مع السفر الى المعسكر الاوروبي، تكون استفاده قويه كابتن ميدو للاعبي النادي الاهلي. تمام، يعني لو انت قلت لي نقاط ايجابيه يا كريم، لو في نقاط سلبيه ممكن تقولها لي ايه؟ نقاط سلبيه في المعسكر مفيش يا كابتن. لا في المباراه. في المباراة لا، يمكن الامور زي ما بقول لك كانت ماشية في اطار اتجاه النادي الاهلي، النادي الاهلي كان بيأدي النهارده اللي كان مطلوب منه، مستر باتريس كان في محاضرة قبل المباراة قال احنا طالبين النهارده من المباراة ان احنا نشوف القوة البدنية، نشوف الحمل التدريبي بتاعنا وصل لإيه، نشوف التجانس، الجمل التكتيكية اللي احنا اتكلمنا عليها أو احنا أديناها خلال الأيام الماضية نشوف تنفيذها. عايز أقول لك النهارده السمة اللي كانت واضحة النهارده التحركات، يمكن شفنا تحركات كثيرة جدا، الباص ثم تحرك، باص ثم تحرك، يمكن ده كان يفتقد شويه من النادي الاهلي، كنا بنشوف عدد كبير من الباصات لكن ما بيبقاش في تحرك. النهارده كان باين قوي ان في جزء موجود من التكتيك اللي هيأديه مستر باتريس كارديرون مع فريق النادي الاهلي، وباكد لك على طريقه 4-3-2-1 اللي احنا شفناها النهارده سواء في الشوط الاولاني او في الشوط الثاني، بيعتمد على الاثنين ارتكاز ثم المثلث اللي بيبقى تحت. 4-3-2-1 ولا 4-2-3-1؟ 4-2-3-1. اوكي تمام. 4-2-3-1 بيعتمد زي ما بقول لك على المثلث اللي بيكون تحت وليد ازارو او تحت مروان محسن ان شاء الله بعد العوده من المنتخب. دي الطريقه اللي ممكن يفوت بيها مستر باتريس، هيكون في كمان 4-4-2 هنشوفها بمشتقاتها كمان مع المباراه بتاعه 5 و9 ان شاء الله في سلوفينيا او في المعسكر الاوروبي الخاص للنادي الاهلي، لكن هي المحاولات اللي احنا شفناها النهارده من مستر باتريس ان هو بيشارك كل اللاعبين، بيشوف اكثر من مركز، بيحاول ان هو يطلع كل لعيب اللي عنده، بيشوف المركز ده يقدر يأدي فيه او يقدر يأدي فيه بنسبه كام في الميه، مش لازم يقدر يأدي فيه بنسبه 100%، لكن لو أدى في المركز ده هيقدر يأدي فيه قد ايه. بقول لك اكرم النهارده كان ظاهر بشكل مميز جدا رائع، محمد شريف صافي النهارده كان مميز ايضا كمان في الكروسات، لكن زي ما بقول لك استفاده كبيره ومميزه، وبنتمنى كمان تكون الاستفاده الاكبر هي من المعسكر الاوروبي اللي بيختتم بيه النادي الاهلي ان شاء الله وان شاء الله في انطلاقه الموسم الجديد يا كابتن. تمام يا كريم، شكرا جدا على هذه الايضاحات، ويعني ان شاء الله يكون معسكر ناجح. شكرا كريم احمد مراسل قناه الاهلي من معسكر الفريق. كريم شايف المباراه ووصفها لنا كده لغايه لما نشوفها ان شاء الله، واكد ان احنا لو في ايدينا حاجه في قناه الاهلي بكررها عليكم للمره المليون، اكيد مش هنتاخر على الساده المشاهدين، احنا قاعدين هنا عشان نطلع لكم اقصى حاجه ممكن ان احنا نعملها لكل الساده المشاهدي قناه الاهلي او مشاهدي او محبي الاهلي بصفه عامه. كريم قال
وليد سليمان جنب حسام عاشور، ودي كانت غريبه شويه بالنسبه لكريم او بالنسبه للناس، ممكن يقولوا وليد سليمان بيعمل ايه، لكن انا بحب جدا المدرب اللي هو بيغير اللعيب او بيعيد تمركزه. وليد سليمان ممكن يلعب، ليه لا ما يلعبش، ليه ما يلعبش الديفندر، ليه بس الديفندر بطعم الديفندر الهجومي شويه، لان النادي الاهلي وانا قلت كتير جدا جدا النادي الاهلي بقى محتاج ديفندر واحد بس دفاعي، مش محتاج اتنين دفاعين، مش محتاج اتنين شكل واحد، لكن ان شاء الله تكون افكار كلها في متناول كالترون ويطلعها او يطوعها للمصلحه العامه لمصلحه فريق النادي الاهلي. عندنا مروان محسن، عندنا صلاح محسن، عندنا وليد ازارو، ثلاثه هيلعب بمين وهيقعد مين؟ ممكن يستغل الثلاثه، ممكن جدا، ممكن لاعب ازارو ناحيه اليمين، ممكن لاعب صلاح محسن ناحيه الشمال، ممكن لاعب مروان راس حربه، ممكن لاعب صلاح محسن راس حربه، عنده حلول كثيره جدا لكن لازم يستغلها. انا بصراحه ضد ان انا ابقى عندي لعيبه كويسه قوي واقول اصل ده بيلعب مكان ده، لازم اعمل له مكان تاني، اعمل له مكان تاني. ودايما برضو بعيدة على حضراتكم ان جوارديولا لما راح بايرن ميونخ غير الدنيا كلها، مفيش حاجه اسمها اصل مولر بيلعب مكان ليفينوفسكي او مش عارف مين بيلعب مكان مين، لا انا لاعب مولر ولاعب مش عارف مين ولاعب مش عارف مين، طالما عندي لعيبه كويسه لازم العبها ولازم اغير لها التمركز بتاعها او المكان بتاعها واطوع المكان ده لخدمه اللعيب ولخدمه الفريق. وشفنا نجاحات جوارديولا، ان شاء الله ان شاء الله كالديرون يعمل كده مع عندنا صلاح محسن لعيب عالي جدا جدا، عندنا وليد ازارو لعيب عالي جدا ما ينفعش يقعد، عندنا مروان راجع من كاس عالم ولعيب برده بيعرف يجيب جوان، هيبقى صعب ان هو يقعد، حلول كتيره في ايد كالترون، لكن ان شاء الله يستغل كل هذه الاسلحه في مصلحه النادي الاهلي. قلت لكم قبل كده النادي الاهلي مليان لعيبه ومليان نجوم، ومصر مليان نجوم بس محتاجين مدرب ان شاء الله.